باب المقام. على مدارج العمر مشيت، أخطو خطواتي الأولى، لم أكن أعلم حينها أن قدماي ستقوداني يوما ما خارج حدودك يا حلب. لم أكن أعلم أن العمر سيمضي بعيدا عن ترابك، وأن الروح ستبقى تسعى بين صفا أحبائك ومروى غربتي. تلازمني حينا ثم يغلبها الحنين أحيانا، ويحملها الشوق إلى عتباتك، وترحل نحوك قاصدة إياك، لاعجها الحب وجناحاها الحنين، لترتوي من زمزم مائك وتصلي الفجر في محرابك. وها هي اليوم تقف على باب من أبوابك، تستأذن للدخول، يفتح لها باب المقام أبوابه الثلاثة ليدعوها للولوج من أي منها. تختار الدخول من عتبات بابه الأوسط، والذي كان يوما ما مخصصا لمرور العربات والفرسان والقوافل التي كانت تزدحم على أبواب حلب كل صباح، تاركة البابين الجانبيين لمرور المشاة والعابرين والمسافرين، مختارة أن تلج من أوسع الأبواب لأحب وأقدم مدينة عرفها التاريخ. يحكي لها الباب عن تاريخه، وهو المسمى يوما ما الباب القبلي، لأنه يقع في جنوب مدينة حلب، ثم أخذ اسمه من مجاورته لمقام يقال إنه لإبراهيم الخليل عليه السلام، مما أسبغ عليه قدسية ووقارا. وقد أنشأ الملك الظاهر غازي هذا الباب، وتم الانتهاء من بنائه أيام الملك العزيز بن الظاهر غازي، وأعيد تجديده في فترة المرداسيين، لكن نور الدين الزنكي أحبه وعشقه فجدده وزخرفه وجعله مكانا لعبادته. ولا تزال قنطرة الباب القائمة إلى الآن تشهد على ذلك. يطلق الباب الروح مني لتطوف بجنبات الحي وتحيا بحياته. تلتقي غرب الباب مسجد ومقام الأربعين. يحكي لها التاريخ أنهم أربعين قطبا من الأولياء زاروا هذا المكان وآثروا البقاء فيه، ويقودها الحي لخان الشاوي، وتعود للباب من الشرق لتجد مسجدا وتكية كان آل حفار يقيمون فيها أذكارهم،
وأمام التكية قسطل، يتندر العامة بحكاية يروونها عن القسطل. تقول أن ثمة جدي من الجن يسكن القسطل يعترض كل من يذهب إليه ليلاً، ويظل يكبر ويكبر حتى يسد مدخل القسطل. تضحك الروح مني وتفهم أن أهل الحي اخترعوا القصة لئلا يستأثر أحد بالماء، وتعود لتتهادى بين أزقة الحي متباهية بانتسابها إلى ذرات ترابه. تزور المسجد العمري في زقاق الحوارنة، ومدرسة الدفتر دار، وعدة سبلان، وخان الدرج، وحمام الصالحية تجاه سبيل البيك الذي أنشأه ازدمر ابن عبد الله الجركسي، وتطوف بخان قاه التي أنشأها الأمير مجد الدين أبي بكر محمد بن الداية، وتعلو فوق قبة الشيخ وهي تربة الأمير خاير بيك، والتي تضم ضريحة. تعبر الروح المشتاقة من جادة باب الخندق، وهي إحدى أكبر ثلاث جادات عتيقة في حلب، وتزور جامع الطواشي الذي بناه الطواشي صفي الدين جوهر عام 44 و900 هجري، وتشهد المدرسة الألجانية التي تقع بقربه، وكذلك المدرسة القيمرية التي بناها الأمير حسام الدين القيمري، وكذلك المدرسة الكاملية. وتعجب الروح كم كان للعلم مكانة ورفعة منك يا حلب، وكل زاوية من زواياك لا تخلو من تكية أو مدرسة. لا عجب إذن من أن يتحدث داغفيو قنصل فرنسا فيقول أنه في حلب عام 80 و600 ميلادي كان يوجد 75 قنصلية، وأن عوائل الحي الكرام من أمثال آل بيج وآل بوشي وآل ناصر وآل قباني وآل آبا أعلام في تاريخ المجد والرفعة. فالعلم حين يرفع في مدينة يرفع معه البشر والحجر، فما بالك اليوم يا باب المقام؟ لماذا يبكيك شيخك الحزين؟ الرابض جثمانه جنوب شرقي حلب، ولماذا لم يعد يسمع صوت الشيخ الدبيس عابرني الباب إلى جامع عبيس، داعيا الناس إلى صلاة الفجر؟ تسمع الروح مني صوت بكاء الحي، وقد دكت مدفعية الظلم كثيرا من آثاره، وأراقت دماء أبنائه الذين هتفوا بصوت الحرية، وعلت حناجرهم معلنة كسر الأغلال. لكن التاريخ يحكي أن الحجاج هدم الكعبة ذات يوم،
وأنه لاكو هدم حلب، وأن تيمور لنك هدمها ثانية، والزلزال ثالثة، لكن الكعبة بنيت ثانية وقامت، وحلب بنيت ثانية وثالثة وعاشرة، وستعود الآن بعد أن أقسم أبناؤها أن يهدموا أركان الظلم ليبنوها على الحق والخير والعدل. فلا تحزن باب المقام، إن الله معنا. Thank you.